اهلا بحضراتكم من جديد ولسه مكملين معاكم في الفقره الحواريه الثانيه من الاهلي الليله، وزي ما متعودين دايما بنتكلم على تتويج النادي الاهلي ببطوله الدوري رقم 41، بنتكلم على فوز النادي الاهلي بالديربي ومباراه القمه رقم 118، واكيد بنستضيف نجوم النادي الاهلي واللعيبه المتميزين دايما علشان ناخد رايهم ونعرف ارائهم في بطوله الدوري العام، وايضا هنفضل نتكلم على مباراه القمه من وجهه نظر النجوم اللي بيشرفونا بينامرونا. معايا واحد من نجوم النادي الاهلي في الجبهه اليسرى، واكيد تألقه مع منتخب الشباب ومع النادي الاهلي ومع منتخب مصر وفرنسا اكيد طبعا يعني بيشرفنا بنورنا عشان نستمتع بارائه الفنيه، والكابتن احمد ابو مسلم. ازيك يا كابتن احمد؟ ازيك يا عمر؟ منورنا. اخبارك ايه؟ اخبارك ايه؟ كله كويس؟ احنا متفقين على اللبس ولا هي جت صدفه؟ لا انت لازم تقلدني عشان مزك الاعلى. طبعا نهار ابيض نهار ابيض يا كابتن احمد ابو مسلم مزك الاعلى طبعا. ازيك يا كابتن؟ عامل ايه؟ كله كويس؟ إيه؟ الحمد لله والله. شفت ماتش الاهلي والزمالك؟ طبعا. طيب يعني هل فوز الاهلي بالبطوله خلاك ممكن تكون قلقان شويه قبل الماتش ان الاهلي ممكن يكون فيه سككان في الفرقه وممكن الفرقه ما تعرفش تحقق المكسب، ولا ثقتك اللي انت اخذتها من النادي الاهلي كانت دايما معوداك ان الاهلي بيقفل البطوله وبيركز على طول في المباراه اللي هي اللي بعديها او البطوله اللي بعديها على طول؟ لا اولا عمر احنا طبعا نبارك لجماهير النادي الاهلي وكل الجماهير الموجوده، مجلس اداره النادي الاهلي وكل اللعيبه وكل الجهاز الفني. الفترة الفنية كانت صعبة جدا، اكيد كان لازم النادي الاهلي اكيد بيطلع ببطولة في الموسم، ما ينفعش يطلع اقل من بطولة او بطولتين في الدوري. السنة اللي فاتت يعني السنة اللي احنا بنتكلم عليها اللي فاتت ديت كان في طبعا منافس كان قوي جدا، كان عندك امكانيات مهولة، كان في ناس كتير عايزة توقف لك الحلم بتاعك اللي هو الدوري او الكاس او اي بطولة موجودة، فانت قدرت النادي الاهلي بالرجاله الموجوده بالجهاز الفني بالتكاتف الموجود بالناس كلها كانت موجوده المنظومه، وده الطبيعي اللي احنا متعودين عليه في النادي الاهلي. اكيد انا ما كانش عندي شك خالص ان النادي الاهلي هيبقى اللعيبه حتى او مش هتطلع من بطوله الدوري، انا كنت واثق والله. الناس كلها تقول لك الدوري صعب وفرق من زمان جدا فرق مثلا 8 بونت وكلام من ده، اقول لهم لا النادي الاهلي هيجيب، احنا بنركز واللعيبه بتركز وتحط دماغها حاجه الهدف بيعملها، وانت شايف انت فنشت الدوري وانت فرق 8 نقط، فانت الموضوع ده مش ولدت لحظه، ده على يعني جيل بيسلم جيل من زمان، واحنا كده يعني احنا بنخش في البطوله بنركز، وتاني حاجه تاني يوم لما بنجيب بطوله بنبص على البطوله اللي بعديها. ده الفرق بين النادي الاهلي وانديه ثانيه، انديه ثانيه ممكن بعد لسه عايشين نشوه الفرح مثلا، خدوا اي بطوله بيفضلوا يقعدوا مثلا اسبوع 10 ايام اول ماتش بعد البطوله بيتغلب. انت عندك النادي الاهلي خلاص، انت اول ما تخش في النادي الاهلي اول لما تخش في السيستم تاني يوم خلاص اكنها بطوله عاديه جدا، بتكمل بتشوف اللي وراه جاي ايه. ماتشات الزمالك اكيد بالنسبه لك كانت مميزه وبتكون دايما بطوله مهمه جدا، اكيد لعبت ماتشات اهلي وزمالك لكن اكيد الاجواء مختلفه في الوقت اللي انت كنت موجود فيه عن الوقت الحالي. اتكلم ان الوقت الحالي ممكن يكون الجمهور، بنلعب 3 4 سنين بدون جمهور، اكيد الجمهور كان عامل مهم جدا بالنسبه لك وبالنسبه لزمايلك. السوشيال ميديا كانت بتغطي يعني بتغطي الموضوع بشكل كبير، انتوا ما كانش في سوشيال ميديا او كان في جرايد، كان في استوديوهات تحليليه، كان في تقطيع كتير على الهواء، ما كانش في سوشيال ميديا، فاكيد اجواء القمه بالنسبه لك تبقى مختلفه، كانت ماتشات مميزه جدا بالنسبه لك. هي ماتشات القمه دي حاجه تانية حاله خاصه، بس زمان زي غير دلوقتي زي ما انت كنت قلت، زمان كانت الدنيا مختلفه. السوشيال ميديا دلوقتي بقت عليها عمل كبير جدا، مثلا اي حد عايز يشوف رد الفعل ايه بيروح رامي خبر، عايز يشوف مثلا عايز يجيب لعيب بيرمي خبر يشوف اللعيب هيقدر يجيبه ولا لا، يشوف اللي يعني في ناس مرحبه او لا. فالسوشيال ميديا دلوقتي اللي احنا شايفينها في الفتره ديت مستغله يعني بيستغلوها بشكل مش شكل خاطئ شكل مش كويس. ماتش الاهلي والزمالك فرق دلوقتي اللي انت كان عندك جماهير السنه يعني قبل كده عندنا جماهير وتبقى مستمتع وانت بتلعب، مثلا بترقص حد الناس كلها فرحانه، بتلاقي تسمع صوت الجماهير صح. بتحس ان انت عايز تطلع الكره اللي بعديها اعلى حاجه. وكانت في ناس بنقول لك يعني كانت لعيب بيقسمن ازاي، يقول لك اللعيبه في لعيبه بتاع الجماهير اهلي وزمالك، انت مثلا كنت بلعب على الطرف الشمال او الباك رايت الناحيه الثانيه انت ناحيه الجماهير، يعني انت مفيش خطوتين تبقى جنب الجمهور. لما بتعمل حاجه بتشوف رد فعل الجمهور بيبقى عامل ازاي، فالحاجات دي بتديك دافع. غير دلوقتي مثلا حتى لما مهما عملت انت بتلعب الدنيا بتبقى مقفوله، يعني الدنيا مش 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 مفيش دافع مفيش اي حاجه. انت مثلا الدافع اللي عندك روح البطوله اللي هي موجوده في كل لعيبه النادي الاهلي، امال الدافع اللي هو اللي عايز تبدع عايز تعمل الحاجات دي كلها مش موجوده. طب هل السوشيال ميديا بتعوض شويه ولو 20% من غياب الجمهور؟ يعني انت خارج بعد المباراه بتلعب على الفيسبوك او بتلعب على الانستجرام او على تويتر، فانت لو اديت مباراه كويسه هتلاقي الناس يعني علي معلول بعد الهدف اللي جابه مفيش حد مع الفيسبوك مش بيتكلم على علي معلول، فما ده ممكن يكون شويه يعني الى حد ما بقول لك 20% يعوض اللعيبه عن الجمهور، ولا ستيل برضه او لسه عدم وجود الجمهور ده عامل فجوه كبيره في الملاعب؟ لا هي خلي بالك هي دي حاجه ودي حاجه تمام، بس احنا بنتكلم الاستغلال للسوشيال ميديا بالشكل اللي احنا موجودين فيه
بقى مش كويس يعني. مثلا اي اخبار او اي شعب بتنزل في دقيقه بتنزل خبر تاني غلط. اه طبعا اي حاجه تسمعها بتبقى غلط. احنا بنتكلم علي معلول يستحق. علي معلول كنموذج مثلا بنقول مثلا بيه علي معلول في وليت اللحظه الماتش اللي فات. لا هو بقى له سيزون يعني السيزون اللي فات كله اللي احنا اللي هو خلص على النادي الاهلي السيزون دوت بنتكلم عليه ماشي مستوى ثابت في كل يعني كل الاحداث وكل الماتش اللي هو موجود فيها. هو اللي بيبقى ضربه يعني الثلاثه بونت هو اللي بيقدر يجيبه يعني مش هو كان بنتكلم عليه. انا بتكلم في الاهداف بتاعته اللي هي اهداف مؤثره فعلي بنتكلم فيه فطبيعي الناس كلها تتكلم عليه. غير دلوقتي مثلا لما تيجي تسمع اخبار بتتقال ممكن تعمل مشكله اللعيب ما قالش حاجه وده سمعناه فتره فاتت كتير. لعيب ما قالش حاجه ممكن يكتب على لسانه اي حاجه بتخلي الموضوع احتكام بينه وبين النادي احتكام بين الجماهير احتكام بينه باي حاجه. فدي اللي احنا بنتكلم السوشيال ميديا لو استغلت بالشكل المظبوط الدنيا بتختلف. ماتش الاهلي والزمالك فاكره مميز جدا بالنسبه لك ولا يمكن تنساه وشايف ان انت اديت فيه بشكل كويس او الفريق ادى فيه بشكل كويس وكسبته والدنيا كانت معاك ظريفه؟ هل فاكر؟ اه طبعا هو كان ماتش الاهلي والزمالك كنا بنلعب في كليه حربيه. ايوه اللي هو بتاع عماد متعب اللي هي الثلاثه باين ثلاثه وكنا في افريقيا. ايوه ما كنا مش عارف اتنين او اتنين او ثلاثه حاجه زي كده بالظبط. فده كان ماتش مهم جدا. ماتش كنت يعني انا في كليه حربيه بحب العب. كان مين بيلعب عليك من زمالك فاكر؟ كان احمد غانم سلطان. احمد غانم سلطان. عملت مباراه جامده. اول دقيقه حتى كانت يعني عملت انفراد كانت كره من جنب عديت منها وعملتها لتحت كانت اللي بركات حطها فوق خالص حتى الكره دي كانت بره. فقلت له حتى انت يعني حتى الكره اللي تخلص فيها الماتش بتعمل كده. بس كابتن بركات في الملعب ينكش اي حد ويهزر ما بيفرقش معاه ماتش مهم ولا ماتش مش مهم. هو مركز بس ممكن يدي لك واحده كده. لا بركات هو انا من نوع بركات يعني من الناس اللي دمها خفيف. فبركات ممكن تبقى واقف جنبه مكشر يقول لك ايه ده انت مكشر كده ليه انت نازل خناقه. فهو يعرف يفكك يعني. لا بس عايز اقول لك على حاجه. انت برضه لما خفيف في الملعب الناس فاكره ان انت جد وبتاع بس لا انا بقول لهم يا جماعه احمد ابو سلم مش جد خالص. احمد ابو سلم بره الهوا حاجه ثانيه خالص. وانت اكيد برضه عليك قفشات في الملعب. انا متوقع يعني تنكش مساك تنكش حد جنبك. هو كان احمد سيد نص ملعب. ايوه بص شفت احمد سيد كان بيعمل معاك ايه في الملعب. لا احمد سيد كان ممكن يعمل تاكلنج يطلعنا انا والراس حربه بره الملعب يعني. انا والله يا ابني هتعورني. لا انا بحب احمد سيد لعيب. هو لعيب راجل ولعيب كويس صح. فقعد فتره كان بيلعب ورايا كان بيديك امان. بس هو مشكله احمد انه ممكن يخش يعني ما فيش يعني افارقه بنجري ممكن يخبطنا انا وهو. اقول لاحمد طب انا ماليش دعوه يا راجل ضدنا الناحيه الثانيه. انت يعني ايه الاسهل بالنسبه لكم او بالنسبه لاحمد ابو مسلم او بالنسبه للمساكين يا سيدي بما احنا بنتكلم على احمد السيد؟ هل انك تلعب ضد افريقي يعني لما تلعب باك رايت ما يكون افريقي افضل لك ولا يكون اي جنسيه ثانيه؟ انا بيكون اسهل علشان خاطر ساعات بقول ان او ساعات اللعيبه بتقول ان اللاعب الافريقي بالنسبه لي اسهل من اللاعب العربي او اللاعب صاحب البشره البيضاء. هل ده بيفرق معاكم في الماتشات او الفراوده او انت لما بتعمل تغطيه عكسيه في ماتش مثلا كان الزمالك عنده مهاجم افريقي هاف رايت افريقي هل ده بيفرق معاكم ولا مش بتفكر في الكلام ده اصلا خالص؟ لا هو ما بيفرقش معاك الكلام ده خالص. انت طول ما انت مستواك ثابت وعارف بتلعب ازاي بتقدر تغطي ازاي بتطلع بشكل مميز ازاي بتقدر في عندك خبرات بتقدر في وقت معين تقدر تعمل كروس باص امتى تقدر تطلع تغطي امتى. فالحاجات دي كلها انت بتكتسبها مع مش من فراغ من سنوات اللي انت تلعبها يعني. حتى ما تلاقي انت بتلعب باك ليفت فانت كنت بتلعب باك ليفت وعارف اللي اول 3 4 سنين لا اول 3 4 يعني اول 3 سنين ولا حاجه غير مثلا بعد 5 سنين في المكان ده بتبقى تعب يعني. بس دلوقتي بقت الدنيا احسن كتير. بس لما نتكلم اللعيب الافريقي انا بحب العب لعيب افريقي او لعيب الاجنبي مش عارف لعبك مش عارف انا هخش يمين او شمال. لو انت لعبت في الدوري المصري كله حافظ الراجل حافظك وعارفك فواقف لك. هو كمان انت كمان النادي الاهلي هو واقف بيدافع عليك. هو ما عندوش طموح الا في مثلا 5-6 مدربين الماتش كله هم واقفين يدافعوا شغلتهم يدافع ولو جت واحده طويله جبنا جون خلاص متنا على الماتش صح دي حقيقة. فدي طبيعه الدوري المصري. فهو مش هيهاجمك هو واقف اهم حاجه يمنع الهدف. فهو واقف نفسه معاه انت عمال تعمل من اليمين وكره من الشمال وكره من اي حته هو راح جاي راح جايب جون كورنر طلع حط جون خلاص الماتش خلص. فبكلمك دي ده حاجه ده شكل وده شكل. هو ممكن كان بيتعبنا شويه نوعا ما في ما كنت في فرنسا كان اللعيب الافريقي كان بيجيبوا هم لعيبه افريقي فرز اول يعني. اللعيب الافريقي مثلا انت شفت في فرنسا يعني راجل مثلا كنت بلعب على بدر كيتا اللي هو بتاع كوديفار الراجل بياخد الكره بيضرب سبرنت ما بتشوفوش. فدي نوعيه افارقه معينه. اما احنا طبعا نوعيه الافارقه اللي بنجيبها هنا في مصر الموضوع مختلف. طب انت بتعمل ايه؟ يعني انت بتحضر يعني بتعمل ايه؟ هل مثلا بتقف له بتقلل المساحه او بتلزق له بلغه الكوره علشان ما يبقاش عنده مساحه يجري؟ لا ولا هو مش بيفرق معاه بقى تلزق له ما تلزقلوش هو قرار
وهيعمل سبرنت يعني هيعمل سبرنت. لا هي عامه انت بتيجي الفرق بيننا بين اوروبا اللي هو بيجي مدرب، وانت كنت شفت في اوروبا لما كنت بتلعب مثلا في بلجيكا بيجي قبل الماتش بيوم بيفرج على مونتاج كده لكل لعيب بالظبط انت الراجل بيلعب ازاي، يعني ده السيستم بتاعهم مين، مفاتيح اللعب والضغط والقوه فين. فانت بتشوف انت اصلا كنت بتتفرج على الدوري عامه، يعني انت بتدور على تتفرج على الدوري في التلفزيون وبتتابع اللعيب دوت في المونتاج الصغير دوت، فعارف وجهه نظره ازاي. يعني ما اكيد عارف بيعمل ايه ازاي، بيرقص ازاي وبيعدي ازاي، انت ما ينفعش تلزق له عشان لو عمل الستارت الاولين هيعديك. صح كده. فانت لازم تروح عامل له مساحه عشان تقدر ما يقدر يعمل التغطيه العكسيه. بتقدر تروح عامل تاكلينج ومطلعه، بتقدر تعمل شكل كويس. فالحاجات دي كلها خبرات ما بتجيش بسهوله. يعني بتقعد فتره. صح. وكمان يعني مش الكره هتتعمل كده الملعب يروح موقفها زي ما مثلا زي هنا في نظر الدوري هيروح موقفها، لا ده الكره بتروح بتعدي يعني. فهي دي المشكله. طيب انت راجل كنت تلعب باك ليفت وراجل من الباكات ليفت المميزه، لعبت منتخب شباب كاس عالم كاس امم تصفيات اولمبيات، راجل لعبت نادي الاهلي احترفت بره. علي معلول واحد من ظهراء الجنب او الباكات ليفت المميزين جدا في مصر، اعتقد ان هو افضل ظهير ايسر في مصر وفي افريقيا. عايزك تقيم لعلي معلول وتقول لي حاجه مهمه، هل دلوقتي كره القدم بقت خلاص لا تعتمد فقط على المهاجمين، اي حد بقى ممكن يجيب اهداف طالما المدير الفني بيوظفه صح؟ علي معلول هو هداف النادي الاهلي برصيد 8 اهداف، اول باك ليفت في تاريخ النادي الاهلي يبقى هداف وهو مدافع وايضا 7 اسيست. تقولي على علي معلول تقييمك والكره الحديثه والتطور اللي هو فيه ده. رجعنا نتكلم عمر، يعني برافو عليك على السؤال دوت، دي حاجه مميزه جدا. خلي بالك لما يكون لعيب او مدافع عنده الحته اللي هي الهجوميه بيقدر يجيب اهداف، دي بتعلي في الاسهم بتاعته وبتعلي في السعر بتاعه. فعلي زي ما احنا قلنا اول لعيب في النادي الاهلي اللي هو هداف الفرقه ويكون يكون مساك بيكون قصدي باك ليفت. فبنتكلم راجل مميز جدا علي معلول الفتره اللي فاتت مع منتخب تونس مثلا، نقول مثلا بتاعت الامم الافريقيه هو اتظلم يا راجل، اتظلم كوجهه نظرنا كلنا يا راجل، كان يستحق كان موجود. وكنا شفنا الباك ليفت الموجود مع احترامنا اللي هو موجود في منتخب تونس مش نفس المستوى بتاع علي معلول. يعني فعلي معلول الفتره ديت بقاله فتره ماشي كويس جدا بمستوى ثابت. الفرق بينه وبين اي حد تاني اللي هو خلاص الثقه بينه وبين الجماهير بقت كل الناس حافظاه، يعني الناس كلها مديانه دعم. فعشان كده بتلاقيه في مواقف مفيش اي باك ليفت يقع فيها. خلي بالك لو باك ليفت مش يعني ما عندوش الجراءه ومش واخد الباور واخد القوه اللي هو يقدر يجيب اهداف مش هيتحط في مواقف زي كده. انت شفت حتى يعني الهدفين اللي هو جايبهم برضك اللي هو متابعه، الماتشين حتى اللي هو بتاع المولين متابعه والماتش الثاني ده شغل مدير فني؟ ده شغل خلي بالك، لا مش مدير فني خالص، ده هو وجهه نظر يعني هو عنده كده. روح عنده اللي هو يقدر يعمل كده. ودي الروح يشجي لك لما انت تكون انت واثق من نفسك واقف على رجليك كويس. فهو حتى المواقف بتبقى صعبه بيحط بطن رجله، اي حد ممكن يحط بوش رجله يطلعها فوق خالص، هو راجل عشان عنده حس كورته كويسه بيقدر يحطها ببطن رجله بشكل كويس. فعلي الفتره اللي فاتت اكتسب حب النادي الاهلي جماهير النادي الاهلي واكتسب الثقه بتاعت اللعيبه بتاعته في الملعب. انت خلي بالك لما يكون جنبك لعيب عنده ثقه والناس كلها بتحبه وعامل شغل كويس بيبقى رايحك كتير، يعني اي حاجه منه مقبوله، يعني بيبقى عنده خلاص عارف وقف ازاي، عارف بيتحرك ازاي، هو عنده خبرات كبيره ولعيب دولي، فدي بتفرق معاك كبير في مستوى تاني خالص. بس صعب اللاعب لما يجي يا كابتن احمد ويكون باك ليفت، صعب ان الجمهور يحبه او صعب ان الجمهور بالنسبه له اللاعب ده يكون نجم. يعني باك ليفت احنا بنتكلم في بوزيشن او بنتكلم في مكان وحد مدافع. فتفتكر علي معلول للجمهور الاهلي، هل الجمهور الاهلي حبه علشان خاطر هو هداف او بيجيب اهداف في اوقات مهمه جدا للنادي الاهلي وبيمنحهم 3 نقط، ولا علي معلول في كده يعني زي ما يقول كده قبول او كيمستري ما بينه وبين جمهور النادي الاهلي، عشان خاطر مكان المدافع ده يعني في ناس كتير جت، لكن الحب اللي من ساعه فلافيو جلبرتو ما اعتقدش ان في حد اخد حب جمهور الاهلي زي الثنائي دول زي علي معلول. ما انت قلت يعني انت رديت على نص السؤال، علي معلول الفتره اللي فاتت هو كسب جماهير النادي الاهلي حب النادي الاهلي ليه؟ في اوقات معينه كان الموضوع بيبقى صعب جدا والنتيجه صعبه جدا بيقدر يجيب اهداف مؤثره، فدي كلها الاهداف دي بتبقى عزيزه على الجماهير كلها. الحاجه الثانيه اللي علي الفتره اللي فاتت في كرة القدم الحديثة ما بقاش فيه زي ما احنا كنا بنتكلم الفرق بيننا وبين دلوقتي، الموضوع دلوقتي ايه اختلف؟ اللي هو دلوقتي عنده حرية أكتر وعنده شكل تاني وتكتيك غير اللي احنا كنا شغالين عليه، أنت كنت ممكن تشتغل زمان من مثلا من أيام 9-10 سنين كانت التكتيك مختلف، دلوقتي من أول أي مدير فني دلوقتي يقول لك رأس حربة، من أول رأس حربة أول ما تضيع الكورة أنت بتدافع. الموضوع زمان كان مثلا الباك ليفت أو المطلوب منه لا إما يعمل كروس باس لا اما محسن لو جت واحده ممكن يشوطها، ده اكتر حاجه. فدلوقتي الموضوع بقى عنده حريه اكتر ليه؟ عندك الراجل بتاع نص الملعب لو كان موجود حسام عاشور او راجل حمدي موجود او الناس اللي في نص الملعب بيبقى عندها مميزين بيقفلوا عليه بشكل مميز. تاني حاجه هم عارفين اللي هو بيطلع
كتير فبيضم عليه شويه، المساك اللي هو اللي جنبه بيروح قافل على مكانه كويس، فهم مغطيينه وعاملين التغطيه التعكسيه بشكل مميز، فعشان كده علي هو مميز في الحته دي قوي. كابتن احمد ابو مسرد دلوقتي هو بيدرب اشبال ومفروض ان هو بيطلع نشأة ليها الكره المصريه، هل بتركز مع الباكات ليفت او الباكات رايت قوي علشان خاصه تحاول تنقل بعض الخبرات وتطور كمان من الاجزاء او تطور من او يعني اختلاف الوقت اللي كنت موجود فيه عن الكره القدم الحديثه دلوقتي؟ فعايز اعرف يعني نفسك الباك ليفت اللي يطلع من تحت ايدك تقول له ايه، او ايه المميزات اللي يكون فيه وايه الصفات اللي يكون موجوده فيه علشان يطلع باك ليفت عصري او يطلع باك رايت عصري عنده مميزات الدفاع والهجوم؟ هل بتتكلم معاه بشكل معين او بتنصحه بحاجات معينه ما كانتش فيك فعايز تزودها له على الصفات اللي كانت موجوده فيك؟ اكيد طبعا من خبراتنا كلها اللي كانت موجوده اكتسبتها كلاعب او مدرب او ما احترفت بره، فالحاجات دي كلها لازم بتنقلها للناشئ بشكل اللي هو يقدر يفهمها بابسط حاجه، يعني لازم توصل له ابسط حاجه. مثلا انت عندك المسك، انا ماسك فرقه 15 سنه، فلازم الموضوع بمختلف. الباك ليفت كابتن بتقول له ايه؟ لا الباك ليفت اهم حاجه الف في كوره في الباك ليفت والباك رايت، هم اللي نجحوا لك اربعه لازم يكون هم فاهمين التغطيه العكسيه اهم حاجه، عشان خلي بالك ان احنا كلها ان الاتجاه كله يكون اللعبه كده ناحيه اليمين مثلا، الراجل ناحيه الشمال هو اللي قطع الوينج، هو ده اخطر حاجه، لو انت مش قافل بشكل كويس او قافل لبره هيقدر يجيب اهداف كتير جدا. تمام. فانت انا عايز اقول لك على حاجه، فرقه مثلا نجيب مثلا الجزائر، الجزائر مميزين ليه؟ عندهم طرفين على اعلى مستوى وعندهم اثنين في نص الملعب، اول عد ست ثواني هتلاقيهم جايبين الكوره، يعني اول لما الكوره تضيع ست ثواني هتلاقي كدوره ده الراجل الموجود في نص الملعب ده حاجه، الراجل 17 حاجه مستحيله. يعني مش طارق حامد ده، ثلاثه قد طارق حامد، وانا بكلمك يعني انت بتتكلم في اسرع وقت. ايه الباور ده وايه التكتيك اللي هم شغالين بيه؟ وتاني حاجه هم بيضغطوا من قدام، يعني انت بتتكلم كل مدرب لما يكون جريء بيقدر يوصل للعيبه بتاعته الجراءه بتاعته واللعيبه بتتجرأ. ما ينفعش ان انا اكون من الدوري المصري بقى لي 30 سنه او 20 سنه مدرب في الدوري المصري وعمال لسه بدافع والعب واحده طويله، بلعب على الهجمه المرتده. طب انت فين الشغل بتاعك؟ طب انت بتحفظ فين؟ وعايز اقول لك على حاجه، يعني الف في يعني تدريب مثلا رضا شحاته، مثلا هو رضا شحاته مقدر ماتش مثلا الجونه والزمالك، يعني ده من ضمن اسباب برضك اللي هي يعني النادي الاهلي برضك اللي هي عملت فرق في البناط والنادي الاهلي ركب. فالراجل صغير ما اشتغلش قبل كده مدير فني، بس لما الادوات اتحطت له والشغل ابتدى الناس تبان عليه وشايفه على الخط واقف ملتزم واقف ما فيش اي حاجه. هي جراءه يا عمر، هي في اول انت بتدرس كويس تشتغل كويس، ثقتك وانت واقف على الخط بتتنقل للعيبه بتاعتك، لما تلاقي اللعيبه كلها انت واثق واقف على الخط كويس وتقدر تحفظهم بشكل مميز بيتنقل في الملعب. طيب انت فتحت سيره الدوري وقلت 30 سنه في الدوري المصري بتعمل جمله واحده، انت شايف الدوري المصري التكتيك فيه ضعيف او التكتيك فيه يكاد يكون معدوم. طيب عايز اسالك على رايك في البطوله بشكل عام بقى الدوري، بدل ما انت فتحت سيره الدوري عايز اعرف رايك وبشكل عام المدربين بقى اللعيبه مستوى البطوله. انا عارف ان هي بطوله طويله، بطوله صعبه، بطوله يعني انت كده بتخليني اتكلم، مش عايز اتكلم في الموضوع ده خالص. اتكلم. لا هو لازم تتكلم، لو ما اتكلمتش انا هتكلم. لا الدوري المصري اللي بنتكلم فيه، هو في دوري مصري يقعد سنه؟ يعني في لعيبه مثلا ده الدوري المصري ازاي ده دوري ده خطه طويله الاجل اللي بتخلص تعد منتخب مصر لمده سنتين قدام. طب انت كنت محترف في فرنسا صح؟ انت طبعا. انت كان عندك كالندر او نتيجه بتكون عارف ان هنا عندك ماتشات، هنا ماتشات، هنا ماتشات، هنا اجازه، فممكن تقطع تيكت. قطعت تيكت طبعا، ما هي دي بقى. تمام. دلوقتي اللعيب المحترف اللي في مصر يعمل ايه عشان يشوف اهله؟ لا مش هشوف حاجه. تاني حاجه عايز اقول لك على حاجه، ده انت كمان هتلعب سنه جديده وانت لسه ما خدتش فتره راحه، اللعيبه هتاخد اسبوعين ولا حاجه هتيجي ترجعهم تاني. اسبوعين ايه؟ ده اربع خمس ايام. ماشي هتبتدي مثلا فتره اعداد جديده والقائمه بتاعت افريقيا هتتاخد، فممكن تلاقي ناس هتلاقي ناس مش موجوده في، يعني مثلا اي نادي بيعمل احلال وتجديد فممكن يدخل لعيبه ويطلع لعيبه، فهتلاقي مثلا لعيبه مش لاقي له نادي، ما الفرقه الثانيه ابتدت تحط القوائم بتاعتها وبدأ اعداد بقى لها اللي هي مخلصه من بدري، بقى لها شهر مخلصه حطت القوائم بتاعها، بتشوف اثنين ثلاثه لعيبه اللي بتدور عليهم، فهتلاقي برضك لعيبه مش موجوده. ثاني حاجه الدوري المصري انا شايف السنه دي كان فيه اخطاء كبيره جدا، اخطاء اداريه ولا تحكيميه ولا الاثنين، وده واكبر ثلاثه. كل الاسباب الفشل اللي موجوده هي اللي عملت في اتحاد الكوره كده. اتحاد الكوره المصري الفتره اللي فاتت اللي حصل اللي فات ده كله التخطيط ده كله من ساعه كاس العالم المفروض كنا يعني نور اخضر جالك كده اللي انت خلي بالك انت ماشي غلط، المفروض تبتدي تحط الاجنده الدوليه ازاي، تعرف تعد منتخبات ازاي، تقدر تشتغل ازاي بشكل مميز ازاي، عندي لعيبه اقدر اعد الانديه ازاي، ما ينفعش بالتليفون اغير ميعاد وودي ناس برج العرب واجيب من ناس برج العرب لبتروسبورت. الموضوع ده كله تخبط اداري وتخبط فني وتخبط كل حاجه، حتى المدربين الماسكين في المنتخبات بيلفوا ويرجعوا تاني هم يعني ازاي؟ ما الناس دي برضك فشلت في منتخبات الشباب والاولمبي والناس دي كلها، تيجي ترجع تاني؟ ف
فالموضوع المنظومه غلط. مثلا حد كان اداريا مش مقافل بشكل كويس على المنتخب، تيجي برضك ترجعه في بطوله مهمه زي كده. يعني انا شايف الاحداث دي كلها لازم تبقى الموضوع كره في مصر بالمنظر اللي احنا شفناه، عشان نرجع ونقول لازم نقف تاني. وخلي بالك هنرجع بعد 5 6 شهور الموضوع هيرجع تاني زي ما هو، هترجع نفس ناس تانية نفس المناظر نفس بس بشكل مختلف. هل نادي الاهلي شايف ان هو بعد التخبط الاداري والفني والتحكيمي والكروي بشكل عام، هل كابتن احمد شايف ان الاهلي يفوز بلقب الدوري 41 بعد كل الفشل او كل السلبيات اللي حضرتك قلت عليها ده يعتبر اعجاز مش انجاز؟ طبعا انت لما يكون انت كل شويه بتتحارب في نتائج وبتتحارب في حكام وبتتحارب اللي انت تروح ماتش يتنقل لك وتتاجل لك حاجات غلط وترجع كل شويه يعمل راي عام قدامك اللي هو عايز يطلعك انت ما عندكش مصداقيه، فدي كلها احداث. تاني حاجه الخصم بتاعك معاه الماده اقوى منك، الماده قويه جدا، فعمال يجيب لعيبه مميزه وعمال يجيب ناس وعمال يتكلم، فانت بتتكلم في منظومه ما فيهاش تنظيم خالص، انت ما فيش اي حاجه، انت الاقوى واللي صوته اعلى هو اللي عايز يعني فاكر نفسه اللي هو يملك كل حاجه. النادي الاهلي ما بيتكلمش في حاجه، النادي الاهلي بيتكلم في قيم ومبادئ والتكافؤ، احنا بنتكلم في التكافؤ، ادينا حقنا، انت ما بنتكلمش في اكتر من كده. هل حضرتك شايف ان الاخلاق دايما هي اللي بتنتصر حتى لو في صوت عالي زي ما حضرتك ما بتقول، وان كان في صوت عالي كان في كلام صوت عالي كتير؟ ده ميكروفون ده يعني طيب هسألك بسؤال بشكل تاني، صوت عالي قوي وكان في ميكروفونات وكان في يعني احداث كتيره جدا وحملات تشكيك دايما على النادي الاهلي، ودايما ناس تفطس في المعنويات وتهمدك وتهبطك وتقول لك انت مركز الكام، احنا مش شايف الكلام بقى اللي انت عارفه بتاع السوشيال ميديا بتاع البرامج اللي بيفضلوا يتعبوه قلبنا بيه كل يوم ده. هل حضرتك شايف ان النادي الاهلي باخلاقه انتصر وان هو ادى رساله زي ما على طول الاهلي بيقول ان بالاخلاق وبالقيم وبالمبادئ تنتصر على اي حد مهما كان قوته او مهما كان صوته او مهما كان طريقته في التعامل او في اتهامات او في تدعيمات؟ عمر النادي الاهلي على طول، النادي الاهلي نادي المبادئ، نادي القيم، نادي كل حاجه تلاقيها في النادي الاهلي. انت اي لعيب حتى لو كان لعب في الخصم قدامك بتقول له انت دخلت النادي الاهلي، يقول لك النادي الاهلي حاجه تانية مختلفه غير الكره اللي موجوده في غير الانديه اللي موجوده في مصر. فالنادي الاهلي بيتكلم في الشكل العام اللي هو المبادئ اللي احنا بنتكلم عليها، الاسس اللي هي الاساس الصح اللي انت بتتكلم عليه. فما ينفعش انا اتعاملني بشكل وتعامل خصم تاني بشكل تاني مختلف تماما، فانا لازم يكون في مصداقيه، لازم يكون في مسابقه. انت عايز تعمل مسابقه قويه، تعمل منتخب، المسابقه دي اصلا بتصب لصالح المنتخب. لما انت مش عامل مسابقه مميزه وشكل كويس مع المنتخب شفت زيرو. فانت احنا بنتكلم في حاجات اداريه، لو الاداري كويس يعني المنظومه الاداريه منظمه وكل الناس بتاخد حقها مش هتسمع مشاكل، مش هيبقى في مشاكل في الوسط الفني الوسط الرياضي كله خلي بالك. فهي دي النقطه كلها اللي احنا بنتكلم فيها، تنظيم. يا جماعه احنا مش عايزين حد مثلا الناس تقول لك انا متطوع، احنا مش عايزين متطوعين. يعني كل يوم بص يا كابتن احنا كل يوم حد يجي يضيف يتكلم معايا يقول لي الموضوع ده، مش عايزين حد احنا مش عايزين حد متطوعين، عايز يبقى ليك اجر، ما عندناش مشكله. اي حد بص اصل بص دلوقتي بقت كوره بزنس و و و و وميديا وشغل وكل الكلام ده كله، فانت هتقدر تديني واحد هتاخد اتنين قدام، مفيش حد بيشتغل ببلاش. ما تجيش انت تقول لي انا متطوع وتفضل تبوظ الدنيا، يعني انت متطوع مش عايزين التطوع بتاعك. خليك انت في المكان اللي انت فيه، وقت حد والكوادر زي ما انت شفت عندك فضل وعندك امير توفيق وعندك ناس لما تديهم الفرصه بيبقوا مميزين. فادي انت خلاص، يعني احنا بنتكلم دلوقتي ان عايزين مصر تبقى الدنيا ناس جديده، عايزين وجوه جديده. مش نرجع انتخابات اتحاد الكوره اللي مثلا بعد 3 4 شهور ولا شهرين هنلاقي الناس نازله هي هي تاني. ممكن تبقى سنه. بعد سنه على حسب. ممكن 3 شهور ممكن سنه. وانا بقول لك هو من دلوقتي وهفكرك هترجع الناس هي هي تاني، في ناس تانية هترجع تاني. عارف. في ناس هترجع تاني وفي ناس تانية كانت طالعة هتلاقي الحاج محمود شامي جه وهتلاقي ناس تانية جت فهتلاقي نفس الموضوع. وانا بكلمك احنا بنتكلم في ما تخافش يا عمر، احنا بنتكلم في موضوع اللي انا بتكلم اللي هي انا بكلمك الحقيقة الكرة المصرية. بضحك عشان هو فعلا الناس هترجع. انا بكلمك هم بس حضرتك عارف ايه يا كابتن احمد، ان الناس معتمدة على ان هنا في مصر الناس بتنسى ذاكرة السمك والناس طيبة. احنا في ذاكرة السمك اللي هو ايه يعني خلاص يعني بقى خلاص عدد يومين الدنيا هدي شوية زي كأس العالم، الدنيا لازم تتغير وبتاع، بعد ما الدنيا تهدى خلاص طب احنا راجعين تاني يا رجالة، ايه رأيكم؟ فهي دي الموضوع، احنا بنتكلم عايزين تغيير والله في الرياضة، الموضوع ما ينفعش. مين يا كابتن احمد من اللعيبه اللي انت تابعتها في النادي الاهلي الموسم ده شايفها نجوم او شايفها تفوقت على نفسها، وانت كمان لعيبه ما كنتش متوقع ان هي تأدي مستوى رائع ده وأدت فيه بشكل كويس؟ يعني مش عايز يعني احدد لك هل ممكن تقول حد معين ولا في افضل لعيبه ولا ممكن تشوف الفريق كله، لكن اكيد في حد انت اتفاجئت بمستواه.
لا لو جينا نتكلم النادي الاهلي كل لعيبه النادي الاهلي ابطال كل الناس الموجوده حد مميز الناس المميزه طبعا معروفين يعني الناس المميزين اكيد بيبقى عندك كم مميزات بس احنا بنتكلم كانجاز محسوب للناس كلها من اول مجلس اداره لحد عم حارس تمام فالناس كلها بيرجع لها اللي هم قدروا يشتغلوا في وقت صعب جدا كان في ضغوطات وكان في حاجات عمرنا ما شفناها في الكره المصريه انت قدرت تنتصر بقيمك والمبادئ بتاعتك فبنتكلم على الانجاز اكيد في لعيبه مميزه ادت اكتر من عندها علي معلول ادى اكتر من عنده حمدي فتحي كان شغال كويس السوليه كان شغال كويس فعندك لعيبه مميزه كتير خلي بالك محمد هاني لما خد كان مميز فعندك لعيبه كتير خلي بالك حسام عاشور في الفترات اللي هو كان موجود فيها برضك نفس الكلام فبكلمك انا مش عايز انسى حد اللعيبه كلها كانوا يعني ادت اللي عليها واكتر من كده يعني انت كفايه انت تلعب عمر تلعب سنه انا يعني سنه ازاي وبتلعب افريقيا فالموضوع بيبقى مختلف صح صح طيب عايز اسالك سؤال انت راجل لعيب كره قدم وانت عارف ان لعيب كره القدم او البني ادمين بشكل عام احنا بشر فممكن يكون في شويه غيره كده بتبقى موجوده في الملعب انا عايز العب هو بيلعب ليه انا احسن منه انت عارف يعني الحاجات دي يعني مش بتبقى ظاهر قوي لكن بتبقى باينه واللي جوه المنطق بيبقى عارف الكلام ده كله لكن النادي الاهلي بيحصل فيه حاجه غريبه جدا بتلاقي دايما اللي بيلعب في الملعب اللي بره بيسانده وبيأيده يعني محمد هاني بيلعب باك رايت تلاقي فتحي يقول محمد هاني ما ينفعش يقعد احتياطي ابدا مع انه بيلعب في نفس المركز بتاعه حسام عاشور كابتن النادي الاهلي وصاحب 12 دوري وراجل عنده بطولات اكتر لعيب في تاريخ مصر عنده بطولات حمدي فتحي والسلال بيلعبوا وبيدعمهم وبيفرح معاهم لم من الناس كلها بنتكلم في الباك ليفت حسين السيد لما كان موجود علي معلول في حاله حب وفي حاله تراضي وتسامح ما بين اللعيبه بعضها البعض هل شايف ان دي من اهم مقومات الفوز بالبطوله او من اهم المقومات اللي موجوده علشان فريق ينجح ويعدي اكيد طبعا ده اللي انت اتكلمت ده فيه كله امر اتلخص تحت حاجه واحده اللي هو حب زي ما بنتكلم الاسره الواحده اللي انت موجود فيه النادي الاهلي دي على طول موجوده فيه حتى ما كنا بنلعب والناس اللي قابلين اللي احنا استلمنا منهم اللي انت في وقت الوقت المكسب او الوقت الهزيمه بتبقى منضم يعني بتتحد اكتر من الوقت اللي انت قبل كده يعني فانا شايف الفتره اللي فاتت قفل على نفسهم كويس لعيبه النادي الاهلي قفل على نفسهم كويس بالمجلس الاداره كمان بكل الدوشه اللي احنا كنا سامعينها قفل على الفرقه بشكل مميز كابتن محمود الخطيب يحسب له برضك اللي هو راجل في وقت معين الناس كلها بعد الخروج الافريقي الناس كلها كانت عندها ثوره وعايزه مدير فني يمشي وبتاع لا الثبات والثقه وتدي مدير فني يشتغل تاني دي مش بتجي من فراغ دي بتجي من خبرات قبل كده كانت كتير جدا فالراجل ما قدر ما يصبر على الراجل قدرنا نشوف للدوري يعني كان ممكن بعكس النادي مثلا نادي الزمالك لما جروس مشي الدنيا اختلفت جه مدرب جديد بشكل جديد عايز يعمل لعيبه عايز يقول انا لعيبه مثلا عملت لعيب كذا ونزلت كذا ونزلت مدبولي والراجل ده كان مش عارف حاجه فدي بتاثر على اللعيبه فبكلمك بص الفرق من هنا لما انت عندك الخبرات وتحطيت في المواقف دي كتير وفرق هنا الثقه اللي انت هتنقلها من اول مجلس اداره للعيبه هي دي كلها للمدير الفني والمدير الفني بينقلها للعيبه فده اللي بنتكلم فيه فعشان كده الفرق بين هنا وهنا واضح اللي انت راجل عندك مدير فني في عز مثلا نقول اللي هو الخروج الافريقي اللي محدش كان حبه اديته الثقه تاني ابتدى يرجع تاني وابتدى يشتغل تاني اللعيبه ابتدت الراجل ده عارفين الراجل مش هيمشي عندهم ثقه لازم اشتغل بشكل مميز نقدر نصلح جماهيرنا ده الاسباب كلها اللي خلتني تطلعك من كوه بسرعه. طيب لو اتكلمنا قلنا ان كابتن احمد ابو مسلم هو بيتابع اداء النادي الاهلي وبيتابع البطولات سواء الدوري او سواء افريقيا هل كابتن احمد ابو مسلم عينه جت على بعض المراكز اللي محتاجه تدعيمات الموسم اللي جاي وشايف ان الاهلي محتاج عناصر معينه في اماكن معينه علشان يقدر ويستطيع الفوز ببطوله افريقيا مثلا؟ انا شايف ان كل اماكن مميزه بس انت لو جيت هتتكلم ممكن مثلا انا شايف النهارده حاجه مميزه جدا صفقه محمود متولي حاجه مميزه شايف ان هي صفقه كويسه للنادي الاهلي اضافه للنادي الاهلي هو اضافه لعيب مميز لعيب كويس صغير في السن لعب كتير انت عندك في الحته اللي ورا كمان محمود مميز في الحته اللي انت بيلعب مساك وبيلعب في نص الملعب فانت كان عندك الحته دي ممكن لو ربيعه في مشكله او سعد سمير في اصابه او ياسر ابراهيم عندك عندنا ايمن اشرف باك ليفت بيلعب مساك ما انت عندك اربعه ممكن يحصل اي حاجه زي ما انت شفت عندك ظروف مثلا رامي نجيب عقده انتهى لسه مش عارفين هيقعد ولا هيمشي ما انا بكلمك الاحداث كلها انت جبت في الاماكن اللي انت ممكن يبقى عندك مشكله شويه النادي الاهلي بيشترك في بطوله الدوري وبطوله الكاس وبطوله افريقيا فانت لازم يكون عندك لعيبه مميزه فمتولي من الناس المميزه عندك لعيبه كتير جدا مميزه لما رجعت يعني عمار حمدي لما بتاع الاتحاد كان موجود راجل كان موجود وعندك احمد حمدي في الجونه وعندك ياسر توفيق واحمد ياسر ريان انت عندك لعيبه مميزه كتير جدا خلي بالك بس الوقت اللي انت عايزه اللي انت هتحتاجه انا عندي نقطه اللي انت لازم اللي هتاخده لازم يلعب يعني لازم تجيبه يلعب يبقى ليه تواجد مش هيلعب يبقى لازم تديله يلعب في فرقه ثانيه عشان يرجع لك مميز
يعني بدل ما عندي مثلا هيلعب 70% 80% لازم يكون موجود، يعني عدي ال 50% يكون ليه دور معايا، او امال انا هجيبه ومش هستفاد منه، لا انا خليه يلعب قدامي احسن وقدام عيني هيعلى. زي مثلا احنا شفنا التجربه بتاعت اكرم توفيق، وعندك احمد ياسر ريان، وعندك احمد حمدي مع الجونه، الدنيا مختلفه، عاملين شغل كويس. عمار نفس الكلام، عمار راح المنتخب. انا بكلمك اللي انت اللعيبه لما دي كلها لعيبه النادي الاهلي لما تاخد هتبقى مميزه. فانت عندك قوام كبير جدا، عندك قوام كبير، بس احنا زي ما كنا بنتكلم الفتره اللي فاتت وقعدنا النادي، اللي احنا كنا عايزين نعرف القائمه السنه دي هتشتغل ازاي. يعني انت هيلغوا 97، فكنا عايزين نعرف في كام لعيب فوق السن، القائمه كام لعيب عشان تقدر تجيب الاحتياجات بتاعتك، وتقدر اللعيبه اللي مميزه تقدر تدخلها. ما ينفعش يفضل يومين انا اعمل القائمه ازنه نسب ليومين. صح. طيب كابتن احمد المسلم، لو قلت لك اغلى بطوله او اغلى بطوله دوري بالنسبه لك، هل تقول لي بطوله اجابه سريعه ولا تفكر شويه؟ لا، اصل بطوله دوري احنا خدنا بطوله دوري، يعني خدنا بطوله ايه دوري. اغلى واحده بالنسبه لاحمد ابو، لا انا اغلى حاجه مع النادي الاهلي بطوله افريقيا اللي هي اول سنه ان احنا عندنا 17 سنه، سنه 2001. دي اغلى بطوله بالنسبه لك مع النادي الاهلي؟ مع النادي الاهلي، مع النادي الاهلي طبعا، اللي هي كان بعد 10 سنين من بطوله افريقيا ما كان النادي الاهلي ما كانش خدها ولا مره، اللي هي بتاعت ميسي مانو الجزيري. مانو الجزيري اول اللي خلي بيبو نهائي 3-0 في كايزر تشيفز. كايزر تشيفز، وبعد كده خدنا السوبر بعديها مع سان داونز، وبعد كده السوبر مع كايزر تشيفز. طيب النادي الاهلي كنتوا على طول بتفوزوا بالبطوله، تتعاملوا ازاي بقى مع البطوله اللي بعديها او المباراه اللي بعديها؟ هل برضو كنتوا نفس المبدا اللي الاهلي ماشي عليه من اول ما 1907 لحد دلوقتي، ولا كانت حاجه اختلفت؟ بص يا عمر، عايز اقول لك على حاجه فضلك. مهمه جدا، خلي بالك انت دخلت في النادي الاهلي، الفرق بين اي نادي بره والنادي الاهلي اللي انت دخلت في منظومه، في ترس موجود، فالترس بتاع المنظومه بيعمل ايه؟ كله السيستم كله بيلف، يعني الترس بيفضل شغال بيلف. فانت لو هتخش لما تخش في هتشتغل في نفس المنظومه الموجوده، لو انت دماغك شتت او دخلت حاجه مش هيبقى ليك مكان. فالنادي الاهلي فرق بين اي حد تاني اللي هو شغال بمنظومه، شغاله باحترافيه، شغاله بشكل ثابت، اللعيبه عارفه النهارده احنا خدنا بطوله عادي، ما احنا بناخد بطولات كتير. تاني يوم بتقفل الموضوع عشان الجماهير بتفرح بعد الماتش مثلا، تاني يوم بتبقى قفلت مستنيه تاخد دوري بطوله تانيه. صح. جماهير النادي الاهلي برضك بتحب البطولات، اتعودت على البطولات. فانت لما خلاص خدت النهارده يجي بطوله كاس مثلا، لو قدر الله خرجت مش هيسيبك، فهو لازم تاني يوم انت بتقفل الصف عشان تكمل على حاجه تانيه. تاني حاجه انت عندك مدير فني مثلا كان ايامنا كان مستر مانويل جوزيه، ذكي جدا، فعارف اللعيب المصري ازاي، فمثلا يروح جاي في وقت معين لقينا الفرحه زياده شويه مثلا في التمرين، تاني يوم موقف التمرين ويروح مزعق، انتوا خلاص وصلتوا كاس العالم، لا لازم تشتغل تاني. فالطموح اللي انت عايز تاخد بطولات، فدي الفتره اللي احنا قعدنا كل البطولات اللي خدناها خدناها، يعني حتى لحد ما وصلنا في اليابان كانت اول حاجه. فانت الفتره دي كلها كان النادي الاهلي كان مستحوذ على البطولات كلها مع الراجل ده. سالتك السؤال ده علشان اروح معاك لسؤال تاني متفرع من السؤال ده، التحديات اللي ممكن تواجه النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه، هل شايف النادي الاهلي وفوزه ببطولة الدوري والفارق بثمان نقاط على نادي الزمالك والفوز بالقمة رقم 118 ده يعني بيزيد من مسؤولية النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية، وعلى الأساس ده إيه التحديات اللي ممكن النادي الأهلي يواجهها الفترة اللي جاية وأنت شايفها، ولازم النادي الأهلي يصمد ولازم النادي الأهلي يكون حريص على إنه يكسب ويفوز بالبطولات، إيه التحديات اللي ممكن يقابلها النادي الأهلي؟ ده هي التحديات في الكورة على طول وردة، كل يوم في جديد. بس احنا بنتكلم في التحديات اللي احنا عايزينها السنة دي اللي هي بطولة افريقيا، البطولة المفضلة لينا اللي هي بطولة افريقيا، فلازم يشتغل بيحضر بشكل مميز جدا. لازم يحط في القايمة يعرف واحد واثنين وثلاثة، يعني افريقيا بالنسبة لك هي الأولوية دلوقتي؟ طبعا احنا النادي الأهلي عامة بطولة، بص يا عمر، الدوري والكاس في النادي الاهلي ده سهل، الناس كلها بنجيبه، يعني احنا البطوله بتاعتنا احنا بنتكلم دوري الكاس دي، يعني اي حد، يعني حسام عاشور ما كان لسه طالع معانا ناشئ لحد دلوقتي، بص حسام عاشور واخد كام بطوله؟ يعني واخد 12 بطوله، صح؟ دوري بطوله الدوري 12، فانا بكلمك الدوري والكاس موجود، والسوبر نفس الكلام، انت بتتكلم في البطوله المفضله لينا بطوله افريقيه اللي هي الاميره الافريقيه، دي لازم دي المفضله ليك. فانت التحديات هتبقى كبيره جدا. ليه؟ افريقيا عمر تطورت بشكل كبير، انت شايف المنتخبات الافريقيه كلها لحد يعني نتكلم مدغشقر بشكلها عامل ازاي، بنين نفس الكلام، نتكلم على فرق ما كانتش انت عامل لها، ما كانوش القوه اللي كانت موجوده قبل كده. افريقيا اتطورت، جابوا مدير فنيين شغلوا بعلم اكتر، جابوا ناس تطورهم بشكل مميز، فعشان كده احنا كنا، يعني احنا كنا، انا اقول لك على حاجه، احنا كنا عملنا مدغشقر كنا هنقابل مشاكل، يعني مدغشقر هي لسه اول مره تشترك ببطوله افريقيا، طلعنا برضو من جنوب افريقيا. انا بكلمك مثلا، احنا بنتكلم في فرقه لسه اول مره تشترك في بطوله افريقيا، يعني لسه اللي يكون عندها الرهبه ولاعيبه صغيره وخايفين، احنا بنتكلم ان الناس تطورت بشكل كبير. فانت لازم تخش افريقيا وانت مدعم بشكل كويس،
لازم يكون عندك لعيبه مميزه، عامل قائمه مميزه، عارف واحد واثنين وثلاثه عندك ايه بالظبط عشان تقدر تجيب البطوله. عشان احنا ما ينفعش النادي الاهلي ثلاث سنين او اربع سنين بطوله افريقيا ما تاخدهاش. يعني احنا كنت بكلمك ان احنا بعد 10 سنين دي كان ليها اسباب، النادي الاهلي كانش بيشترك وكان في حاجات وكانت بعد 10 سنين فدي كانت اعلى حاجه. فانت بتتكلم ثلاث اربع سنين كتير النادي الاهلي متوج على طول، فانت لازم البطوله الافريقيه. تاني حاجه العوامل ممكن تاثر على النادي الاهلي او تاثر على انديه مصر كلها، احنا بنتكلم من دلوقتي الاجهاد حط تحتها 1000 خط لحد دلوقتي. انا بقول لك الاجهاد هيقابل الناس، انت داخل في موسم تاني اللعيبه ما ريحتش بشكل مميز، ما خدتش الاستشفاء بتاعها. في ناس ريحوا بس اللي هم الانديه اللي خلصت بدري اللي هي مش بتلعب افريقيا ما كانش عندها. انا بكلمك اللي بتلعب افريقيا مثلا النادي الاهلي موجود، نادي الزمالك، عندك بيراميدز والمصري. الفرقه دي كلها خلي بالك اللي هيتاثروا قوي الفرقتين اللي مثلا بيراميدز هيجيب دعم بشكل كويس، هيبقى عندك المصري ما عندوش برضك الامكانيات اللي هو يجيب مثلا 20 لعيب او 25 لعيب زي بعض، يعني ممكن 25 او 30 لعيب في الاهلي او الزمالك او بيراميدز عشان عندهم الامكانيات هيبقوا زي بعض. المصري هيتاثر في السفريات ويقول لك نفس الكلام اللي حصل مع كابتن حسام حسن قبل كده اللي هو ما عندوش ال 11 لعيب لما راح مش لاقي حد احتياطي. فانا بكلمك دي اللي هيقابل الفتره اللي جايه، ودي ترجع كلها للمنظومه. قلنا المنظومه كلها بدات غلط، اللي انت تقعد سنه موسم كله تقعد سنه وتاجل عشان عمر زعلان وتاجل عشان محمد زعلان، فدي المشكله. هي دي المشكله اتطورت بشكل اللي وصلتك اللي انت تقعد سنه بتلعب دوري ممتاز يعني سنه. طيب كابتن احمد، هل فعلا الكره المصريه تعاني من عدم وجود باكات رايت، باكات ليفت، لاعب رقم 10 وراس حربه؟ هل ده فعلا بنعاني من هذا الموضوع مش عارفين ان احنا نتغلب عليه من خلال قائمه منتخب مصر من الاسامي اللي احنا بنشوفها، وان احنا بنحاول يعني نجيب فلان نلعبه باك رايت وهو مش مكانه، يلعب باك ليفت وهو مش مكانه، نجيب الباك ليفت نلعبه مساك، راس حربه ما عندناش اختيارات كتيره، دايما في مصر هنا المهاجمين كلهم اجانب. هل حضرتك شايف ان فعلا الاربع اماكن دول مصر بتفتقر الى وجود عناصر منهم؟ لا بالعكس، ده احنا عندنا لعيبه مميزه جدا، بس احنا بنتكلم في فكره الانتقاء وبالعربي كده زي ما احنا سمعنا الفتره اللي فاتت عدم مجاملات، يعني انت ما تجملش ما ينفعش. وتاني حاجه اول حاجه في التنظيم والشكل المميز اللي انت لازم تجيب مدير فني محترم عنده شخصيه عنده هويه. يعني احنا بنتكلم مثلا لو جينا نتكلم في الدوري مثلا المدربين الفنيين عندهم هيبقى في الدوري الممتاز مين؟ عمر، هتلاقي مثلا كابتن ايهاب جلال، هتلاقي عماد النحاس، هتلاقي النادي الاهلي اللي اثرت شويه، هتلاقي بتاع الراجل بتاع دجله تكيس. فانا بكلمك اللي انت بتخش مثلا كده على الدوري الممتاز هتقول ده مثلا دي فرقه كذا دي فرقه كذا. فانا بتكلم على المدير الفني، لو المدير الفني عنده شخصيه ما حدش تفرض عليه، تقدر تقفل على نفسك تجيب اللعيبه اللي انت عايزها، ما فيش حد يقول لك اللعيب ده كذا واللعيب ده كذا، لازم تجيب اللي انت عايزه. ما ينفعش يبقى مدير فني جاي لمنتخب مصر الناس كلها بنقول مثلا لعيب مثلا عبد الله جمعه مثلا نقول ولا رمضان ومحمد هاني رمضان كهربا. بكلمك على عناصر كتير، يعني انا اول حاجه محمد هاني ازاي ما اتخدش باك رايت؟ مع احترامي انت اول ما جيت قلت انا هعمل فرقه صغيره لمده مثلا لحد كاس العالم، فاحنا قلنا ماشي خلاص سيبوا الراجل الشغل بعد الدوري بعد ما البطوله قربت بعديها قبلها بشهر ولا حاجه، قلت لا انا هاخد الناس الكبيره تاني. فانت بتتكلم لازم يكون عندك شخصيه تعرف تجيب اللعيبه. ما عندكش شخصيه هتبقى عندك مشاكل. عندك لعيبه، عندك موجوده لعيبه مميزه كتير، عندك لعيبه صغيره في السن كتير، عندك لعيبه مميزه كتير، بس نقصهم الخبره الدوليه. ده شغلك اللي بيصنع لعيب عن لعيب المدرب اللي هو بيقدر يجيب له احتكاك كويس. ما اروحش لاعب مثلا فرقه ضعيفه تستعد اجيب فرقه هنا اي فرقه نادي يكسبها 3 4 واضحك على الناس واقول لهم ده انا جاي فرقه قويه قبل بطوله افريقيا. فدي كلها دي زي ما بكلمك دي كلها لازم يكون عنده اجنده عنده بلان طويل اللي انا اقدر اشتغل عليه. طيب لو اتكلمنا على اللعيبه المصابه في النادي الاهلي وان هي الموسم اللي جاي هتبقى موجوده كمان مع جاهزيه اللعيبه اللي فنشت الموسم ده بشكل كويس جدا، بتكلم على صالح جمعه وانه بدا يخش في انسجام قوي مع الفريق، بقى ينزل يعمل اضافه مهمه جدا، يصنع اسيستات رائعه، عنده رؤيه للملعب واسعه جدا وكبيره جدا. محمد محمود كمان واحد من اللعيبه اللي حظها وحش مع النادي الاهلي، جات واتصابت اصابه بالغه، اصابه ما حدش لعيب كره ابدا يتمناها. لكن هل يا كابتن احمد وجود محمد محمود الموسم اللي جاي من بدايته ان شاء الله وايضا عوده صالح جمعه الى مستواه، هل ده قوه اضافيه وضربه للنادي الاهلي في بطوله الدوري وبطوله افريقيا؟ طبعا انت عندك لعيبه مميزه، عند محمد محمود من لعيبه مميزه جدا، انا كنت بشوفه يعني عشان موجود في دجله فكنت بشوف محمد محمود لعيب مميز بتفرج عليه متوشه بره، يعني بتفرج عليه لعيب مميز
ولما ياخد هيبقى لعيب كويس جدا. صالح طبعا بدا الفتره اللي فاتت بشكل مميز جدا والتزم وبقى شكله رجع تاني صالح اللي احنا عارفينه. تاني حاجه انت عندك حمدي فتحي نفس الكلام في نص الملعب ابتدى يتقل وابتدى يبقى عنده الخبرات وعنده الثقه. السوليه عدى المرحله دي بقى عنده الخبرات كبيره جدا وبقى اتطور بشكل ملحوظ كبير جدا. وكنت انا اتمنى كان السوليه يبقى موجود في المنتخب بردك الفتره اللي كان لازم يبقى موجود مع احترامي للراجل بردك اللي هو خدهم اللي هم علامات استفهام اللي اتاخدوا 8 او 9 اللي اتاخدوا علامات استفهام كبيره جدا. فانت عندك في نص الملعب عندك لعيبه يعني عندك حسام عاشور عندك لعيبه من الخبرات وعندك لعيبه من الناشئين. حمدي فتحي انا فرحان اللي هو ابتدى يخش وبقى مميز الماتش اللي بتاع الزمالك الماتش اللي فات ماتش المقاولين ابتدى يخش ما كانش بردك ما بداش كده بس مع الوقت بقى مميز. حسام عاشور نفس الكلام السوليه نفس الكلام. فانا بنتكلم اللي انت عندك 1 و2 و3 و4 لما مثلا 1 و2 مش موجودين يبقى عندك 3 و4 يقدر يقوم بالمكان ده. فدي اللي هي الفرق اللي عايزه تعمل بتبص عامله خطه طويله الاجل اللي انا عايز اجيب لعيبه فتره معينه هيشاب الفريق الشباب دوت هقدر اطلع منه 3 4 يكملوا لي بعد ما الناس مثلا الناس تبطل وناس استبدال وحكم السن والكلام ده كله هقدر اعمل شكل تيم ما يحسش بفيه تاثر. يا عمر خلي بالك ما نجيش مثلا انا كاداره نادي او مدرب اروح مبطل لي 5-6 مره واحده هتلاقي دروب الفرقه عملت كده بالتدريج 1 و2 وكلام من ده الاماكن عندك وتدي مثلا الراجل الصغير الثاني بتقدر تدخله في الفرقه واحده ولما تدي له هيبقى عنده الخبرات. يعني حسام عاشور مثلا حسام عاشور كابتن الفرقه دلوقتي حسام عاشور كان معانا كان مستر رحمان وجوزيه كان بينزله مثلا 10 دقائق ربع ساعه بعد كده ياخد شوط بعد كده بقى ياخد شوطين بعد كده بقى يلعب اساسي على طول. هي كده تدريجيا لازم تدي الناس. كابتن احمد لو سالتك على الاحتراف وانت راجل لعبت في فرنسا لكن اكيد في شباب صغير بيتفرج علينا واكيد في لعيب كره قدم نفسها تحترف لكن الاحتراف بيكون ليه سمات وبيكون ليه بعض الصفات اللي لازم تكون موجوده في اللعيب علشان يقدر ان هو يواكب الاحداث زي محمد صلاح موجود مع ليفربول. لكن الاحتراف ما بقاش دلوقتي فنيا فقط لازم فنيا وعقليا ونفسيا. لو قلت لك لو تحط لي نقط تقول لي اللعيبه اللي ممكن تحترف بره لازم يكون فيها ايه تقول لي كام نقطه من النقاط المهمه لاحتراف اللعيبه المصريه في الخارج. لا اللعيبه اللي لازم اللعيب اللي عايز يحترف لازم يا عمر نتكلم فني اول ولا نفسي اكلمك الاثنين نتكلم طيب. الاول نتكلم الاول نفسي حلو لازم تهيئ نفسك اللي انت بره لازم انت حتى لو انت مشهور في مصر ونمره واحد في مصر اللي انت بره رايح بلد ثانيه لكن بتتري من الصفر لكنك ناشئ صغير فما انت ما تحطش دماغك مع الصحافه وانا الناس كانت بتحبني وناس هنا تكرهني هتبتدي تشتغل بشكل على نفسك بشكل كبير جدا. النقطه الثانيه لازم يكون عندك لغه لازم انت عايز تحترف لازم يكون عندك لغه بشكل كويس عشان تقدر تواكب الصحافه. عملت ايه مع الفرنش لما رحت؟ لا انا بالنسبه لي انا قعدت سنه ونص قبل ما اتعلمت فرنسي تريفيان اتعلمت فرنسي في سنه ونص على طول يا كابتن كده كان سهل بالنسبه لك؟ لا مش سهل يعني انا قصدي ان انت حبيته عشان يعني حبيت اللغه فتعلمتها فما لقيتش فيها اي مشاكل وانت حبيت انك تتعلم الكلام ده. دي نقطه. وتاني حاجه اللي نادي نفسه هو اللي كان بيوديني مدرسه اتعلم. انا عايزك تحكي الموقف بتاع المدير الفني اللي ما كانش بيلعبك عشان ما كانش فاكر انك تتكلم فرنش. عشان دي نقطه مهمه جدا عشان الناس تتفرج علينا. جان بيابا بان خلي بالك. انا طبعا نجم فرنسا طبعا بابان. طبعا. فهي كانت احداث انا طبعا كنت بروح كنت انا وحسني بنروح التمرين وهم كانوا عاملين لنا بعد الظهر مدرسه فاحنا مخلص تمرين متعودين بقى تعبانين وكده فبنروح ايه بنروح ننام يعني بنروح تمرين الساعه 9 الصبح بنروح ننام بعد كده فهم كانوا بيودونا مدرسه بنروح كان راجل المدرسه بتاعنا مغربي مدرسه تروح انا انا هو الورق المنهج وترجمه ومدرس ما جايبين حد عربي عشان يكلمك اللغه عشان يعرف يعني مثلا ما يكلمكش عربي خالص لما يكون انت خلاص مش عارف حد يبقى لازم عشان يقول لك الكلمه يعني فروحنا كنا احنا بنساعد بنكلمه النهارده احنا تعبانين فهم عرفوا فبعد كده جابوا لنا حد فرنساوي عشان ما نعرفش نهرب منه. فبعد كده بعد فتره حسني مشي يعني حسني كان رجع مصر وبقيت لوحدك بقيت لوحدي فاضطريت ان انا اتكلم لازم اتكلم فرنساوي وما لهاش حل فقعدت سنه عقبال ما اتكلمت. ثاني حاجه خلال السنه دي كنت بلعب عادي دوري ممتاز وكل حاجه بس لما جه مثلا عقليه زي جان بيابا بان راجل احترف في ايطاليا ولعب في الميلان ولعب بتاع فالراجل دماغه مش هينفع راجل اللي بيلعب في خط الظهر انت بتلعب مدافع فانت خلي بالك حتى لما بنلعب هنا انت بتلعب حتى مع اصحابك ولا خلي بالك شوط خلي بالك من اللي جنبك اللي ورا هو اللي شايفه بيكلمك انت راجل بتلعب خط الدفاع فلازم هو يقول لك خلي بالك لازم نطلع دلوقتي خلي بالك من الاوفسايد خلي بالك من الحاجات دي كلها فانت لو مش متعلم الحاجات دي كلها هتوقع يعني ممكن الناس تطلع في الاوفسايد انت واقف. بابا قال لك ايه بقى؟ فكنا فتره الاعداد فانا فتره الاعداد كنت انا واخد احسن لعيب في الشهر هناك والدنيا ماشيه كويس ونمره واحد وبتاع فلقيت نفسي فتره الاعداد عاملها قويه جدا اول ماتش ودي لقيت نفسي بره واضح انك عاملها كويس لا بره فانا طبعا
فانا واخد اللي هو هناك انت بتتكلم معاهم، انا مش متعود ان انا اخش مع مدير فني في حاجه. انا قلت انا ماشي كويس السنه اللي فاتت واكيد هو اتفرج والناس بيقولوا ده نمره واحد وبتاع. فلقيت نفسي اول ماتش بره بيلعب بايرن ميونخ ماتش ودي في ستراسبورغ، فلقيت نفسي بره. ف تاني ماتش نفس الكلام، فقلت له لا يعني انت كده هبتدي موسم بقى بره. فرحت اتكلمت معاه، قال لي قلت له عايز اتكلم معاك، قال لي معاك مترجم. فبصيت له كده قلت له مترجم ليه؟ قال لي انت انا عارف ان انت ما بتتكلمش فرنساوي. قلت له ازاي ده انا بتكلم فرنساوي وكذا كذا احسن اتكلم. منك كمان جيت اتكلمت معاه قال لي لا ده كويس قوي، الماتش اللي بعديه لعبت. فانا بكلمك عشان لغه طبعا، عشان ثقافه وده تاني حاجه انت لازم تفهم الفرقه. ما هو خلي بالك هو مدير فني عايز يكسب، فما ينفعش اكون انا واقف ومش فاهم راجل بول يطلع وانا واقف ابص له يعني هقول له ايه انت بتقول ايه انت بتقول ايه انت فاهم ازاي اشاور له يعني. فهو الموضوع كده، هي الكوره ما فيهاش يعني، الكوره معروفه في العالم كله، بس في حاجات كلام في الكوره. وحتى بيقول لك اللعيب اللي عنده قياده في الملعب الكلامه ممكن يبقى لعيب كبير انتاجه 50% بس كلامه هو اللي بيقدر يوقف الناس في الاتجاه الصح. فانت لازم تتكلم عشان تبقى عندك لغه، عشان حتى تفهم الناس في الرياضه بتتكلم عليك ازاي. اللي بتعمل حديث مثلا، جينا نتكلم مثلا صلاح او اقرب تجربه عمر تريزيجيه. تريزيجيه كان في تركيا والحمد لله ربنا كرمه، وانا تريزيجيه الفتره اللي فاتت كلها كنت قلت له لازم يبقى عندك مانجر كويس، يعني عندك مانجر كويس يقدر يسواك بشكل كويس. تريزيجيه عامل شغل هايل جوه الملعب وحصل بس الحمد لله بس بره بنتكلم دلوقتي. بص اول حديث ليه باللغه الانجليزيه الدنيا اختلفت، خلي بالك لما جه عمل حديث مع يعني استون فيلا طبعا، بس لسه هتتطور اكتر واكتر. انا بتكلم على الاقل انت لما تيجي تتكلم مثلا تيجي تتكلم مع وسائل الاعلام لازم الناس تفهم انت بتتكلم ازاي وبتقول ازاي. ممكن يكون واحد بيتكلم عليك بشكل مش مميز وانت مش عارف هو بيقول ايه. ممكن يقول عليك انت صفقه مش كويسه وانت مش فاهم. فمش كل الاحداث هتفضل تجيب مترجم، فهو لازم انت يكون عندك ثقافه ان انت تطور من نفسك وتقدر تتكلم عشان تقدر تواكب الحدث، عشان ما تعتمدش على مترجم. فانا بتكلم في الكوره كده. كابتن احمد كان نفسي اكمل معاك وكان نفسي اقعد معاك اكتر من كده، لكن كالعاده بتيجي بتمتعنا وحديثك مش بنعرف نخلصه ابدا. عندك كده كواليس وعندك طب فاكر لما كنا بنتكلم في بلجيكا وفرنسا كنت على طول بحترف في بلجيكا وانت بتحترف في فرنسا، كنا نتكلم ما فيش تسليه غير ان انا اكلمك كل يوم نقعد بالساعات على التليفون. الله حبيبي عمر، انا بحبك وبحب اقعد. زي ما بقول لك انت كمان المشكله اللي انت المثل الاعلى كابتن ربيع هو حبيبي يعني هو انا بحبه حبيبي. هو مثل الاعلى طبعا، فانا بحبك ومبسوط معاك طبعا. كابتن استمتعت جدا وان شاء الله نشوفك دايما في حلقات تانية هنا في بيتك قناه النادي الاهلي. كابتن احمد ربنا يخليك وبشكرك وبشكر كل الاعداد، والف مبروك جميل النادي الاهلي واداره النادي الاهلي وكل اللعيبه الموجوده طبعا. ربنا يخليك. دي كانت الفقره الحواريه التانية مع واحد من نجوم النادي الاهلي الكابتن احمد ابو مسلى. نروح لفاصل وبعديها نستقبل ايضا احد نجوم النادي الاهلي الكابتن احمد حسن استاكوزا. خليكم معنا بعد الفاصل.